عايزين نتكلم على منيو العزومه الرمضانيه اللطيف. كويس. فاحنا قلنا دلوقتي مثلا هتبتدي بالعصاير، عندك مثلا عصير الخروب والتمر هندي، نص باكت تمر هندي وحبه مثلا خروب بتاع مثلا 250 جرام، دول يعملوا كميه عصير محترمه جدا. حلو قوي. جميل. نيجي مثلا هندخل على البنك كركديه، ممكن كركديه طبعا. انت ممكن تحطي الخروب على الكركديه على فكره ويطلع مشروب رائع الاثنين مع بعض. اوكي. بلاش قمر الدين، مش مهم خالص قمر الدين، الناس في الاخر بتبقى عايزه حاجه حلوه بس تكسر عليها صيامها. بالظبط. التمر نفس الحكايه، ده في الاول. هنيجي بعد كده عندنا شوربه، ممكن جدا نعمل الشوربه حاجتين او ممكن حاجه واحده كفايه قوي. ممكن تعملي مثلا شوربه خضار مع قطع صغيره من الفراخ مثلا ولسان عصفور، ادي تبقت ثلاث شربات. دي بقت وجبه على فكره. بالظبط. انا على فكره ممكن دي مع وحدتين سموسك واقول شكرا واقوم خلاص كده هصلي وخلاص شكرا. في عندك برضو هتدخلي على المقبلات، عندك طبق سلطه كبير محترم، او ممكن تعملي بقى عايزه مثلا عندك يعني عايزه تخدميها شويه سلطه مكرونه صغطوطه قوي، كوبايه مكرونه صغيره اللي هي القواقع الصغننه دي، حطي بقى عليها زيتون متقطع صغير، طماطمه واحده هترمي معاكي حتت صغيره، فلفلايتين خضر، جزرايه مبشوره، وشويه خضره سواء بقدونس ولا كزبره، وبقت بقى عندنا سلطه كبيره وحلو وشكلها حلو ويغري. ادخلي بقى على الاطباق الرئيسيه، هو معروف ان كل بني ادم 250 جرام من اللحم سواء بقى كانت لحمه او فراخ. فاحنا هنقول مثلا كل بني ادم هياخد مثلا ورك او مثلا سيد. لو هنعمل مثلا لحمه هتبقى قطعه. في الاخر على فكره في رمضان كل الناس بياكل في رمضان، كل الناس. هو بس بنبقى عايزين منظر. بالظبط. فانت في الاخر بتلاقي نفسك على حتتين والناس بتقوم، فبيتبقى عندك كتير قوي من الاكل المهدر. حرام يعني. في ناس بيبقى عندها على فكره كرياتيفيتي او ومن انها تعرف تدور الاكل ده تاني وتعمل منه سفره تانيه واتنين، حلو كويس. لكن لو ما تعرفش هتعمل ايه؟ ده حقيقي. فهتلاقي مثلا عندك هتعملي مثلا صنف فراخ وتعملي مثلا جنبه محاشي، فالمحاشي برضو بترميه وبتبقى حلوه. صح. ورزها قليل على فكره، ورزها قليل مش كتير، خضارها اللي اكتر. هي بالظبط كده. فانت ممكن تعملي المحشي مع مثلا صينيه فراخ محترمه مع الكفته اللي قلنا عليها، ممكن بقى تدخلي بقى كمان مثلا ايتم تاني، ممكن تعملي مثلا كبده، الكبده بتبقى لطيفه جدا، شويه كبده اسكندراني حلوين هيرموا معاكي حبه حلوه. فحاجات زي دي بسيطه وبترمي كتير، سبرينج رولز مثلا، محشي شويه خضار، فلفل شويه فلفل مع شويه جزر مبشور مع كرنب. على فكره الكرنبه ممكن تطلعي منها يعني حبه قد كده يعملوا حشوه قد كده، وجزرايه مبشوره تقضيكي قد كده، حبه جبنه قريش وشويه نعناع وشويه زيتون هيعملوا لك حبه سمبوسك حلوين في منتهى الجمال وسهله جدا. سلمى انت قلتي حاجه مهمه قوي، اعاده التدوير، ان انا اخد الحاجات دي. طبعا في ناس بتحب تخرج الوجبات دي. تمام طبعا. بعد العزومات بالذات حلو قوي.